بين خفر وخميرة وسماوات ثقيلة كلها من صنع ربي، جمل الكون ببحر وسماوات ونهر كلها من صنع ربي. ما شاء الله على أبو الحسن. قضينا حوالي 3 ساعات لنصل إلى شجرة حسن فافتقدناها، فإذا بنا نجد شجرة أبو مصعب. فيها شوك. شوف 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 البحيرة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله، هذه البحيرة موجودة بين الجبال. هذا جبل بيليني هناك، وفي الطريق إلى الأمام لوغناكويلا، هي أعلى قمة جبلية في ويكلو. الآن نحاول أن نتقدم إلى هذه البحيرة. أصحابنا من هناك، ما شاء الله ما شاء الله. هذه البحيرة اسمها ارت لوخ، بحيرة ارت، ما شاء الله. لا ادري لماذا المياه سوداء بهذا الشكل، كنت اظنها سوف تكون صافية، فاذا بها شكلها اسود. لا ادري هل هو عذب ام لا. اي نعم، ولو انها تظهر سوداء انها هي بيضاء، لون الماء ابيض قصدي، يعني صافي ما شاء الله. وهذا محمد الفاسي الفهري الصنهاجي، لونها بني، لكن لما تدخل شويه تبقى تشوف الماء بانه ابيض شويه، يعني مش هذا اللون الاسود. السخوك انها بنيه. شوف شوف. هذه من هنا املاك، من هنا وهناك املاك ابو عزام. هذه املاك هنا، من هنا اخونا ابو عبد الرحمن. ذات شوكليت. طريق العودة. شوكولاتة صح؟ طريق العودة. شوكولاتة هذه ما شاء الله. عاد ذهبية. شوكليت بتاعك خرجت فيه الفائدة ما شاء الله. هذا ماشي. جي يا أخي جيب لهم شي حاجة أخرى، قتلتهم بهاد ليدل وآلدي، ومؤخرا مشيت لهم الديلز كاع قتلتهم. جيب شوية سير شي شوبات، سير شي حاجة هكذا. جيب لهم شوية من بلجيكا مثلا، فرنسي، محلات فرنسية. كيفاش انت الناس مساكين ينتظرونك، يعني معولين عليك، فلازم تجيب لهم تشوكليت اللي يكون. هما تعبوا من ديلز وآلدي وليدل. anyway هذا الشيء الشكاية اللي وصلتني انا. الأسود تزأر في الأعالي. طبعا. عدي عدي يا عم. ما شاء الله. شوف هذا الولد. شوف 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 ما شاء الله. وهكذا نكون قد أنهينا رحلة اليوم، نلقاكم في رحلة أخرى في مكان ما، في أمان الله.